طلب منا إخلاء هذا المكان سريعا لأن هناك طائرات مسيرة وهناك خطر أن يقصف المكان. ها هم يطلبون منا المغادرة، لكن أريد أن أريكم سريعا هناك تلك المنطقة التي تعرضت لاشتباكات وضرب. كما ترون المنطقة مدمرة، هذا هو الطريق الذي يؤدي إلى جيتومر، ويقولون أن الوضع خطير جدا ويطلبون منا المغادرة مباشرة. هذه هنا المكان تدمر وهو خط تماس مباشر، ويقولون أنه لا يوجد وقف إطلاق نار في هذه المنطقة والوضع بات خطيرا جدا كما تشاهدون. يريدون منا المغادرة مباشرة لأن هناك طائرات مسيرة وهناك خطر أن يقصف هذا المكان. هذه أيضا نقطة عسكرية في هذا المكان، نحن تجاوزنا هذه النقطة العسكرية إلى الأمام والآن نعود إليها. ومع ذلك كل هذه المنطقة زين العابدين هي تعرضت لقصف بالصواريخ بالقذائف وبالطائرات المسيرة، سيارات الصحافة التي موجودة كما أيضا تحاول المغادرة بالاتجاه العمق. هذه المنطقة التي كنا فيها في الأمام هي منطقة تماس مباشر بين القوات الروسية والأوكرانية. خلال الأيام الماضية كان هناك العديد من الاشتباكات كما ذكرت، لا يمكن التقدم أكثر من ذلك لأن الحديث عن وقف إطلاق النار هو حديث هش. هناك تستطيعون رؤية الدخان المتصاعد جراء بعض القذائف. هذا هو خط تماس بين القوات الأوكرانية والقوات الروسية. الروس موجودون على مسافة أقل من كيلومترين من هذه النقطة، وبالتالي وضع الاشتباكات هو صحيح أن هناك حديث عن إطلاق النار، لكن الأصوات التي نسمعها تشير إلى أن هناك معارك تجري في هذه اللحظات. هذه المنطقة هي في جنوب غرب كييف تقريبا، إلى خط قليلا إلى الجنوب من خط الغرب، وبالتالي هي تبعد عن العاصمة كييف أيضا حوالي 20 كيلومتر إلى 25 كيلومتر بالكثير. عمليات الإخلاء في المناطق المجاورة لهذا المكان كانت خلال الأيام الماضية مستمرة. كان هناك محاولات لإخراج المدنيين الذين كانوا عالقين في داخل هذه المناطق، من هذه المنطقة إلى إيربين، إلى بوتشا، إلى غوستوميل، إلى فورزيل، كل هذه المناطق في غرب وجنوب غرب العاصمة كييف.